الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في تعود صلاة الجمعة إلى جوامع السلطنة بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف. تفاصيل حول الإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ينضم معنا مشاهدين المدير العام للوعظ والإرشاد بالوزارة الأستاذ سلطان بن سعيد الهنائي. مساء الخير أستاذ سلطان وحياكم الله في برنامج من عمان. مساء النور، حياكم الله وبارك الله فيكم. نبدأ نتحدث عن عودة صلاة الجمعة بشكل عام وأيضا بشرى الخير في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة وما لمسناه من سعادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن الجميع يقرأ البشرى التي سادت في المجتمع والتي لم يسها الجميع من خلال هذا الإجراء وهذا القرار الذي حمل في طياته كذلك معطيات أخرى شعر بها الناس تدلل على أن هذه الجائحة بدأت بفضل الله عز وجل وتوفيقه تنزاح غمتها وتخف وطأتها وبلاؤها عن الإنسان عموماً وعن هذا الوطن العزيز بفضل ما وفق الله عز وجل لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتعاون والتكاتف مع الأداء الحكومي الذي قام مشكورا ومأجورا بجهود مضنية حتى وصل بالمجتمع إلى بر الأمان ودرب السلام. لا شك أن شريعتنا الإسلامية تتفاعل مع هذا الإنسان ومع ما يحفظ هذا الإنسان ويقوم كذلك على رعايته وصحته وعافيته، وهو الذي أيضا حدث فيما يتعلق بشأن العبادات. فلذلك عندما كان الخطر يلامس هذه النفس البشرية فإن الدين وهذه الشريعة السمحة لم تكن حاجزا في رعاية هذه النفس البشرية، فتوقفت كثير من العبادات والفرائض التي اعتاد الإنسان المسلم عليها، وما ذلك إلا لتحقيق غاية أكبر وهي أن يبقى هذا الإنسان محفوظا برعاية الله تبارك وتعالى وتوفيقه. ولهذا فالكل لا شك أنه سعيد بهذا القرار وبهذا الإجراء الذي أتى ثمرة يانعة لما بذل من جهود في مختلف القطاعات ومن في مختلف المجالات التي أدت إلى أن يبدأ الناس يعودوا تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، ومنها الجانب الديني وما يتعلق بالعبادات، ومن أهمها لا شك أن يعودوا لهذا الحدث والعيد الأسبوعي وهو عيد يوم الجمعة المباركة. بالأمس وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أستاذ سلطان أيضا أصدرت قرار متعلق بالضوابط والإجراءات والشروط الواجب توافرها، وتحدثت عن تصاريح أيضا تقدم من مختلف الجوامع والمساجد في السلطنة. أنا أبدأ بالضوابط العامة ثم نزولا بإذن الله في التفاصيل الدقيقة. نعم، هو تحقيقا لآليات العمل التي اتبعتها اللجنة العليا في إدارة هذا الملف، والتي أيضا كلفت الوحدات ذات الاختصاص وفي هذا الشأن طبعا كلفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تقوم بوضع الضوابط والآليات الإجرائية التي تضمن من خلالها أيضا أن يبقى الناس على في مسافة آمنة في تطبيق الإجراءات الاحترازية. ولهذا حتى نعود تدريجيا في الحياة الطبيعية في ممارسة العبادات بالجوامع والمساجد وخاصة الجوامع، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أصدرت آليات عمل واضحة للقائمين على الجوامع والمساجد من مجالس أمناء الجوامع ووكلائها والقائمين عليها، حتى تضمن من خلالهم وهم لا شك يبذلون قصارى جهدهم حتى تطبق هذه الإجراءات على أرض الواقع،
فلذلك صدرت القرار أولا بأن يتم طبعا إقامة أول شعائر صلاة الجمعة في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن جعلت لذلك ضوابط، أهم تلك الضوابط أن يتقدم القائمون على الجامع بطلب تصريح خاص لإعادة هذه الشعيرة في الجامع، وذلك لضمان أن القائمين على الجامع لديهم الاستعداد بالتعاون أيضا مع أهالي الجامع والمستفيدين من خدماته، لديهم الوعي ولديهم التعاون والتكاتف لتطبيق الإجراءات الأساسية التي قررت في هذا الشأن. فلهذا ضروري أن يتحصلوا على التصريح اللازم بفتح الجامع لإقامة شعائر صلاة الجمعة. حتى اليوم كم جامع حصل على تصريح؟ حتى الآن طبعا قدمت خلال هذين اليومين منذ أتيحت هذه الخدمة أكثر من 870 طلب في هذا الجانب، ونتوقع بإذن الله عز وجل غدا ستمنح أغلب هذه الجوامع في مختلف محافظات السلطنة التصاريح اللازمة لإقامة شعائر صلاة الجمعة. ولا شك أن هؤلاء عندما تقدموا بهذه الطلبات هم أيضا يدركون بأن هناك مسؤوليات تقع على عاتقهم، وأيضا تقع على عاتق المجتمع بصفة أساس، حتى يتعاونوا لضبط إدارة الجامع في هذا اليوم المبارك وفق الإجراءات المقررة. نعم، نحن سنقدم تفاصيل في كل بند من الإجراءات، سنبدأ بآلية دخول وخروج المصلين، كيف ستتم؟ نعم، لا شك أن التصريح لإعادة الجامع لإقامة شعائر صلاة الجمعة سيكون محدودا بنسبة معينة بحيث لا تزيد عن 50% من الطاقة الاستيعابية للجامع الواحد. ونحن عهدنا أن الجوامع في الوضع الطبيعي ما كانت تتسع لجموع المصلين بفضل الله تبارك وتعالى وإقبال الناس أيضا على هذه الشعيرة المباركة، غير أن سعة الدين وسعة الشريعة التي صدرت في فتوى سماحة الشيخ الجليل أحمد بن حمد الخليل المفتي العام للسلطنة ما يتيح للناس ما يسعهم في دينهم في يوم الجمعة، فمن كان أيضا لديه ظرف صحي معين أو يخشى عليه من أن يتأثر أن لو قدر الله انتقلت إليه عدوى، فهؤلاء الأولى لهم ألا يذهبوا لأداء صلاة الجمعة في هذا الظرف. والأمر الآخر أيضا فإن الوزارة اشترطت لدخول المصلين أن يكونوا قد تلقوا جرعتي اللقاح ولا يكتفى حتى بجرعة واحدة، وذلك يأتي أيضا في سياق أن العدد هو لا يزيد عن 50% من أعداد أو من سعة الجامع الواحد. ما يتعلق بآلية تطبيق ذلك فإن الوزارة أيضا أرشدت مجالس الأمناء ووكلاء الجوامع والقائمين عليها بأن يستعينوا بالمتطوعين، ولا شك أن الجهود التطوعية في عمان يعني ضربت أمثلة رائعة في ذلك، ونحن وأيضا لمس المجتمع وجود المتطوعين في تنظيم أو المشاركة في تنظيم حملات التطعيم التي أقيمت من قبل وزارة الصحة الموقرة في مختلف مراكز التطعيم. هذا الجانب سينعكس بإذن الله في تطبيق الإجراءات الاحترازية في فتح أي جامع من جوامع السلطنة. نعم، ماذا عن المدة الزمنية أيضا التي سيفتح منها الجامع سواء كان قبل الصلاة أو حتى بعد الصلاة؟ نعم، لأجل تطبيق طبعا التحقق من أن الداخلين إلى الجامع قد تلقوا جرعتي اللقاح، وذلك سيكون متاحا من خلال تطبيق ترصد الذي تعمل عليه وزارة الصحة أو من شهادات التطعيم التي أيضا صدرتها وزارة الصحة، فإن الوزارة قررت أن تفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بما لا يقل عن 90 دقيقة أي بمعدل ساعة ونصف، وذلك طبعا للتسهيل على الناس بحيث يحققون هذا الضابط
وهذا الشرط من الإجراءات الاحترازية. ثم منحت طبعا 25 دقيقة بمعدل 10 دقائق لخطبة الجمعة و15 دقيقة لصلاة الجمعة، يليها بعد ذلك نصف ساعة بعد أداء الصلاة لإغلاق الجامع بإذن الله تعالى. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أستاذ سلطان، كيف تتابع أيضا؟ ما هي الآلية تتبعونها في متابعة تنفيذ هذه الجوامع لهذه الإجراءات التي اتخذت من خلال القرار الصادر أمس؟ نعم، الوزارة ستنهج مجموعة من أو عددا من الإجراءات لتحقيق هذه البغية بإذن الله. ويأتي في مقدمتها أنها كلفت جميع الجهات الإدارية بمختلف محافظات وولايات السلطنة أن تتولى ترشيح أحد مشرفي المساجد أو المشرفين الدينيين أو أحد الموظفين أيا كانت صفته الوظيفية ليقوم بإشراف مباشر على الآليات التي تتبع من إدارة الجامع في هذا الجانب من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأيضا في المساعدة لإبلاغ الملاحظات أو التعاون مع وكلاء الجوامع والقائمين عليها في حال وجود ما يستدعي تدخلهم. إضافة إلى ذلك، فقد عززت وكلاء الجوامع والمساجد في الدليل الإجراء بأن لهم أن يتواصلوا مع طبعا الجهات الإدارية ذات العلاقة لتسهيل أي عقبات أو صعوبات قد تواجههم في تطبيق الرجوع لإقامة شعائر صلاة الجمعة بإذن الله. نعم، كيف سيتم التعامل مع المخالفين؟ لو أننا نتمنى أن لا يكون ذلك يعني حاصل، لكن كيف سيتم التعامل أيضا مع هذه الحالة إن وجدت؟ نعم، نحن كما ذكرت على أن المتوقع بإذن الله أن المجتمع خاصة مع وجود الرخصة الشرعية سيتعاون لضبط هذا الجانب، لأن التعاون في هذا الجانب هو جانب في غاية الأهمية. لا شك أن الكل يعني يرغب أن يذهب لأداء صلاة الجمعة ويبادر ويسارع إلى ذلك، ولكن في حال أن الطاقة الاستيعابية لا تستوعب الكل فلا بد أن نتفهم ذلك حتى ينعم الله عز وجل علينا لاحقا بأن نعود إلى الوضع الطبيعي. ولكن في حال ثبت فعلا وجود شيء من هذه المخالفات فلا شك أن الإجراءات يأتي في مقدمتها إغلاق الجامع عن مواصلة إقامة شعائر صلاة الجمعة حتى طبعا ترجع الأمور إلى طبيعتها، أو أن يكون هناك نوع من التعهد والالتزام الفاعل بأن يعني تطبق هذه الإجراءات الاحترازية وأن يتعاون الجميع ويتفهم أيضا هذه الإجراءات بإذن الله، وهذا هو عهدنا بإذن الله. نختم الحديث بكلمة توجهها أيضا إلى جموع المصلين بالتحديد في هذا اليوم. بداية أوجه بالغ التقدير والشكر لفئة يعني ربما جعلت يعني عليها مسؤولية واسعة وكبيرة في طبعا العودة الطبيعية أو العودة المقرونة بعدد من الضوابط والاشتراطات، وهم مجالس أمناء الجوامع ووكلاؤها والقائمون عليها، لأنهم لا شك يتحملون جزء من هذه المسؤولية، وطبعا ذلك يتطلب منهم تضحية في هذا الجانب. وطبعا أدعو جميع المصلين والإخوة الذين سيذهبون لأداء الصلاة الجمعة أن يلتزموا بهذه الإجراءات. فمثلا الشخص الذي لم يتلقى جرعتي اللقاح فنحن نرشده ألا يسبب طبعا جهدا مضاعفا للقائمين على الجامع. وفي فتوى سماحة الشيخ الجليل المفتي العام للسلطنة سعى لهم في هذا الجانب، وأن الذين كذلك يذهبون وقد وجدوا بأن الساعة قد انتهت فأيضا لهم لابد أن يتفهموا هذا الوضع وأن يبادروا في الجمعة القادمة حتى نعود بإذن الله بهذه الصفة التدريجية للوضع الطبيعي لإقامة هذه الشعائر وغيرها أيضا
من الممارسات التعبدية المختلفة. بإذن الله، بارك الله جهودكم، شاكرين لكم وجودكم الليلة في برنامج من عمان للحديث عن هذا القرار بتفاصيله المختلفة، المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية الأستاذ سلطان بن سعيد الهنائي، شكرا جزيلا. جزيل الشكر وبارك الله فيكم. إذن الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا حسب المعطيات الوبائية المحلية، هذا يحملنا ويعظم من مسؤوليتنا الوطنية تجاه هذا الوطن في الاستمرار والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحتكم وصحة الجميع. بعد الفاصل متابعة أخرى، ابقوا معنا.